تفضل. صباحك أسعد رضا، وصباح الخير لكل مشاهدينا. إذا تستمر الأمطار الرعدية في التساقط على المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية إن شاء الله خلال نهار اليوم، مع هبوب رياح قوية فيما يخص المناطق الشمالية الشرقية إن شاء الله. والتحسن في الوضعية الجوية سيكون بداية من يوم الغد بحول الله، تحسن شامل في حالة الطقس على مجمل المناطق الشمالية. وكان قد أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية أيضا تنبيه يؤكد على استمرار تساقط الأمطار الرعدية على المناطق الشمالية الوسطى بحول الله. إذا التنبيه الذي أصدره الديوان الوطني للأرصاد الجوية يؤكد على استمرار تساقط الأمطار الرعدية فيما يخص المناطق الشمالية إن شاء الله الوسطى إلى غاية منتصف نهار اليوم بحول الله، بينما الأمطار ستستمر في التساقط فيما يخص المناطق الشرقية إلى غاية مساء اليوم بحول الله، مع هبوب رياح قوية بسرعة قد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة فيما يخص المناطق الشمالية، تحديدا الولايات الساحلية، وستكون مرفوقة بتطاير بعض الزوابع الرملية على الولايات الداخلية للوطن. كذلك فيما يخص الولايات الجنوبية فإن شاء الله سيكون فيه تطاير كثيف للزوابع الرملية. أما فيما يخص مشاهدينا تساقط الأمطار فإن شاء الله ستستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم على كل من ولاية شلف تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، ولاية تيزي وزو، البليدة، عين الدفلة، وولاية لمدية. وفي تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على استمرار تساقط الأمطار إن شاء الله إلى غاية السادسة من مساء اليوم، تحديدا بولاية لبويرة، بجاية، جيجل، والطارف. كذلك وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على هبوب رياح قوية بسرعة إن شاء الله قد تتعدى 50 كيلومتر في الساعة إلى غاية منتصف نهار اليوم على كل من ولاية تيبازا، الجزائر العاصمة، بومرداس، وبجاية. وفي تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية يؤكد على استمرار هبوب الرياح القوية على كل من ولاية البيض، تيارة، الأغواط، الجلفة، ولاية المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، والوادي. إن شاء الله الرياح ستستمر في الهبوب إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال نهار اليوم، وستكون مرفوقة بتطاير للغبار على أغلب الولايات المعنية في التنبيه. أما حسب توقعات النماذج الرقمية فدرجات الحرارة إن شاء الله أو الأمطار إن شاء الله ستستمر في التساقط إلى غاية صبيحة يوم الغد بالنسبة للمناطق الشرقية. خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون في تحسن في الوضعية الجوية على أغلب المناطق الشمالية مع تشكل الضباب الكثيف. أما فيما يخص مشاهدينا درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال ظهيرة اليوم ستقارب في حدود 14 درجة بالجزائر العاصمة، إذا سجلنا انخفاض مقارنة بالأيام الماضية، 14 درجة بالجزائر العاصمة، حوالي 10 درجات بتيزي وزو والبويرة، 14 درجة على النعامة والبيض، ستقارب بميلة وسعيدة إن شاء الله في حدود 12 درجة على قسنطينة، سطيف، أم البواقي، وبرج بوعريج، قالمة، وسقهراس، تتراوح بإذن الله خلال ظهيرة اليوم بين 12 إلى 14 درجة على كل من معسكر تلمسان، وهران، شلف، غليزان، وسيدي بالعباس، تقارب في حدود 20 درجة. يرتقب الدنيا المسجلة خلال مساء اليوم ستكون جد منخفضة تحديدا بمنطقة الأوراس، قد تصل إلى درجة واحدة تحت الصفر. الولايات الجنوبية الوضعية الجوية ستكون أكيد مشمسة ومستقرة مع درجة حرارة مرتفعة فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري، تصل إلى 32 درجة ببرج باجي مختار وإنجزام، حوالي 25 درجة بالنسبة لإن صالح، راح نسجلوا 24 درجة ببشار بني عباس وعين الصفرة، بالنسبة لتندوف، أدرار، تيمياوين، رقان، كذلك بإليزي، جونيت، وإناميناس، تقارب درجات الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم في حدود 26 درجة إن شاء الله. حسب توقعات طويلة المدى تؤكد خلال أو بداية من يوم الثلاثاء سترتفع من جديد درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية. فيما يخص مشاهدين توقعات حالة البحر سيكون
مضطرب خاصة مع هبوب الرياح القوية على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية. الرياح قد تتعدى 50 كيلومتر في الساعة، علو الأمواج يتراوح بين المتر إلى 3 أمتار، واتجاه الأمواج غربي إلى الشمال غربي. لاحظوا إن شاء الله بداية من يوم الغد الأحد يتحسن البحر على كافة السواحل الوطنية إلى غاية يوم الثلاثاء على الأقل. إذن مشاهدينا، تبقى دائما الأجواء الغائمة والممطرة تميز الولايات الوسطى وكذلك الشرقية إلى غاية يوم الغد بحول الله، مع تسجيل هبوب رياح قوية إن شاء الله. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والعودة إليك رضا. شكرا جزيلا لك هنا.